علاش لبستوني تاع المنتخب في مهنة حارس؟ حيت اشوا اخيرا تمت المنادة علينا من طرف وليد الركراكي باش نمثلوا اسود الاطلس في مباراتين ديال رومانيا وهولندا، منتخبين القويين في الصراحة غادي يلعبوا ضدهم مباريات ودية. وطبعا الدراري بما ان عندهم مهاجمين واعرين فوليد الركراكي ما لقاش حسن منا في حراسة المرمى خصوصا انه من اخر فيديو المستوى نتاعنا تطور بزاف، حيتاش كما كتشوفوا وصلنا ل 81 في الاوفر ريتينغ، حاجة اللي واعرة الصراحة. ما قبل ما نبداو الدراري كيف العادة ما نساش واحد اللايك سبسكرايب وما تنساش تفعل جرس التنبيهات، زائد ما تنساش تخلي لي تحت شي كومونتير يكون واعر بحالك. ولا باقي ما مفولوينيش في انستغرام اش كتسنى؟ هو غادي يطلع لك هنايا، ادخل فولويني حيتاش تما كنحط لكم ستوريات من اليوميات ديالي وداكشي. ولو ولا الدراري في الصحف تكتبوا علينا مهدي البالغ من العمر 21 عاما سيمثل خلينا نقراو صح سيمثل المغرب. انا الدراري كما كتشوفوا حطنا مع اللاعبين وداكشي، حكيم زياش، امين حارث، نورتن مرابط، عز الدين اوناحي. شقوا الدراري، خدينا الاساسيه الاونانا، خدينا الاساسيه البولو فاش كنا في اشبيليا، وغادي نعاودو ناخذوها ليه مع المنتخب. دونك الدراري غادي ندخلو نوجدو لهم واحد اللقاء ضد برينتفورد اللي هما 14 في الدوري، حاليا حنا الثالثين كما كتشوفوا فوقنا ارسنال والسيتي. دونك هيا بينا نواجهو برينتفورد، نديرو محاكات ليتس جو. او زادونا ثلاثه نقاط، نايس، جاو فوقيت هما الدراري، نايس. غنمشيو طبعا لحراسه المرمى وغادي نزيدو في هذا التمركز والارتدادات، غادي يكلفونا ثلاثه وبقات لنا نقطه وحده ما عندناش مع الاسف فين نزيدوها. كاينه شي حاجه نزيدوها فيها؟ نزيدوها في القوة البدنية. اوه طلعنا ل 82، ليتس جو. ندخلوا اليوم المباراة. فكرت الدراري قلت علاش كنوخروا ديما نلعب بالفريق كامل حتى لاخر الفيديو، علاش لا ما نفتتحوش بها الفيديو هذه المرة. دونك ليتس جو مواجهة برينتفورد، غادي نلعب بها وبالفرقة كامل. ويت ويت، لعب تونيت المنتخب الدراري، خصني نبدل. حيد هذا الشيء هذا خليه حتى الماتش الجاي. نجيبوا الدراري هذا ولا نلبسوا دابا حتى نكملوا هذا الماتش، عاد ديك الساعة ندوزوا نلبسوا تاع المنتخب. زاد 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 زاد، ليتس جو يونايتد. انت الدراري ما كيعطوش 100% لكنا لابسين التوني تاع شي منتخب اخر، زعما تاع شي فرقه اخرى. اوكي ليتس جو، بدا الماتش، ماتش بادي تالف، لابسين توني غلط. او هويلاند غادي بعت باس لراشفورد، اولي على باس هاك زيد اخي اريكسن، اولي اش ضيع الزرق. ويلي 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 على باس من اريكسن، زيد فوالا انطوني من هنا، انطوني او شويه. اوكي زيد اخي انطوني، فوالا حركة أنطوني الشهيرة، زيد زيد هو مشى. كنت فين ندوزو ونشوط أصاحبي، باش هاد التكوليخ هاد. دابا أنطوني غلط وحنا ينقصونا التقييم، علاش الله أعلم. أوكي 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 أوكي، حيد كرة، فوالا ليتس جو. أنباصي ليا الدراري فهمتي، حتى حنا نقصو كرة شوية على الدخلة. هوب شوف هذا مشى، هاك أنت اللي ليه، فوالا داز هذا، اوف 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 داز، سير ليتس جو. ويلي 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 ويلي، انقلبها اسيست، انقلبها اسيست الدراري، زيد من هنا. ما خلانيش نشوت هذا الكلب. فوالا عنبل، زيد عنبل الى وان بيساكا، وان بيساكا الى راشفورد، راشفورد اوكي كانت تمشي ليه، اوكي ما مشاتش. زيد فوالا، اوكي راشفورد مشى، فوالا انطوني، وانطوني وانطوني، واش انت تبقى تمشي ليك الكره ديما. زيد فوالا هويلاند، هويلاند من هنا، اش هاد الكلاخ. زيد فوالا، فوالا ويلي ويلي على باس من هويلاند. زيد راشفورد، راشفورد من هنا، علاش اسيدي ربي علاش. اوكي 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 اوكي، اللعب ديالهم داز، رجع 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 رجع. ديال كادي اوباميكان، اي واش تي خرج لها انت، خرج لها انت، هي المكلخ انت جالس في الجول، خرج تحرك بان انك زعما راك كدير شي حاجه. اوكي نشد هذا، زيد 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 زيد، فوالا اوكي ما دازتش، فوالا هادي خصك تعطيني على سبعه المدرب ولا شكون تاع هاد النقيط هاد. يلاه زيد فوالا، وان بيساكا هرب، فوالا برونو، برونو الى هويلاند، هويلاند مشى، هويلاند هرب، غاريت بيل هرب، شد شد هويلاند، زيد اوف صات. هاد الجول هذا بزاف، هاد الجول بحال كيتحدانا والله اعلم. شتي دابا هاد الجول هذا اش دار لينا. ومع الاسف في نهايه الشوط الاول كرة ما بغاتش تدخل الدراري، ما عندي ما ندير. زائد انه حتى حنا ما وصلتنا حتى كرة، دونك الشوط الثاني غنماركي الدراري كنوعدكم. يلا زيد زيد الدراري، صافي عطيتهم واحد، زيد زيد بسم الله الدراري، جمع معايا راسكم. فوالا زوينة، هادي كاع حسن، زيد زيد من هنا، ما شوتا ما، فوالا زوينة زوينة، هرب اسطورة، استغفر الله يا ربي. كولومواني انت تبدلتي، وكان الدراري دخل لنا كولومواني قال لنا لا على وعصا تماركي به. زيد
ناري اوباميكانو كان يمارك الدري زيد فوالا 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 زيد خويا عنبل عنبل الى برونو فرنانديش واش تي برونو الله عنبل وحيد شي كره حتى انت دير شي حاجه فوالا زوينه زيد زوينه زيد فوالا فوالا والو طباس شوت ما بغاش يصدق الدراري ما عندي مني الدراري والله الا عندنا واحد الهجوم رؤوس الهربه الدراري هكا الدراري دقيقه 80 باقي ما ماركيناش مع الاسف وانا وعدتكم انه يتماركا بيت غير ما يكونش عليا فهمتي غير ما الحمد لله والشكر لله الا خرجتيني مورا ديال المدرب راك مريض ماشي انا ليتس جو حيت الا خرجني مورا ديال الدراري راه مشكله في المدرب اوكي اوكي دقيقه 87 فوالا كازيميرو زيد زيد شوت من هنا بوم قتلهم قتلهم ليتس جو بالدقيقه الاخيره الدراري وعدكم شتي وعدوا الحري داينين عليه هذا الدراري هو الايفاء بالوعد الله ترى كيما وعدتكم وفيت بها الدراري ديروا لايك فهمتي في اطار الله زاد 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 كازيميرو في الدقيقه 90 على طريقه راموس شوف على كارما شوف على كارما شفت الاخر عاد بيضربوا عليا انا في التنقيط خويا علاش درت لكم واش بيتو هو اللي مارك عليك مالي انايا زيد الحمد لله والشكر لله خرجنا بدون اهداف وانا عيط المباراه الدراري ودابا غادي ندوزو للمنتخب ديالنا يلا 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 بدل عليا هاد الدنيا هذا الله يجازيك بخير رجعوا الدراري لبلاصتو ديروا لي بحال هكا السلام عليكم انت راك باقي معنا زعما فهمتي راه ماشي سلتناك زعما راه صيفطناك لا ولا شي حاجه وها نحن ذا بالتوني ديال المنتخب الوطني ديالنا سير على الله ضد من ضد من لاعبين عاوتاني فكرني او عطاونا افضل شباك نظيفه ليتس جو حنا اللي عندنا الدراري احسن كلين شيت في البريمير ليغ لعبنا 8 الماتشات عندنا فيها 5 تاع الشباك نظيفه تلقينا فيها فقط 3 الاهداف زائد ان القيمه السوقيه نتاعنا وصلت ل 79 مليون دولار وات غلا من حكيمي الدراري زاد 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 اراني ندير تقدم ضد من لاعبين رومانيا ليتس جو واول مباراه وديه نتاعنا وغادي ندخلوا كاساسيين في المباراه كاع هادي تيقى خويا الركراكي تمينا تلاعب الدراري وما عادش لنا اساسيين سو نتدربوا الدراري بعد التدريبات قبل ما نمشيو سو نديروا لهم محاكات ليتس جو ندخل اليوم المباراة وكما ترون هذه التشكيلة باش غادي نلعبوها الدراري مع الأسف ماشي التشكيلة الأساسية تاع المنتخب مي فيها بعض العناصر اللي أساسية بحال مثلا عندكم ميديا الدراري أساسي مع المنتخب وكان الدراري بلا ضحك دابا الدراري فهمتش المنتخب ما فيهش ضحك عندكم أنا في حراسة المرمى عندنا فهد موفي ومروان سعدان وسامي مايو والكرواني في الدفاع سفيان أمرابط وعمران لوزا في الوسط عندنا زياش وشاعر ورحيمي في الوسط الهجومي وكمهاجم صريح عندنا البولجيني اللي كيلعب في ليفانتي وقيلة اللهم بارك خبره كرويه معكم او الا عاد تفكرت عندنا مروان سعدان وصامي ماي قدامنا حنا اوبا ميكانو كنعايرو هادو اش نقول لهم لا لا هادو الدراري ولاد البلاد فهمتي نتغاضوا على الامر زاد 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 عدنا لهذه الرؤيه الجميله تاع حراسه المرمى راه باسينا راه باسينا رانا اللي كنماركي لهم في اليونايتد اوكي اوكي الدراري نحضروا الهجمه فوالا سير حتى من بيطلع يمارك او الا مكلخ هاد الشاعر وكما ترون شوارع فارغه في الدفاع خصنا الدراري حنا اللي نديرو كلشي تيبان ليا في هاد الماتش اوكي 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 رد البال فوالا ليتس جو الدفاع فوالا خويا البولجيني سير اخويا رحيمي عطاك الله الصحة سير اخويا رحيمي اويلي علام كلخ اوكي اوكي هما طالعين عاوتاني هاد الدراري اوف على باس اوكي تسلل ليتس جو بص بص معايا هنا بص معايا بص معايا بص معايا هنا الله يحفظك سير فوالا اوه شويه كان يشوطها مزيان اوكي 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 ديالنا فوالا معلم اول علم كلخ البولجين فوالا سير البولجين مشى شنو عندك في ذاك الراس شنو عندك في ذاك الراس اوكي اوكي زياش ترى لاي سونتري زيد اخويا زياش انت الملك نتاع هاد الشيء هذا السونتر جات وداك الشيء حتى واحد اوكي اوكي هما طالعين عاود ثاني داروا لهم دراي كونتر اتاك ايو لاعبين مع زامبيا الاخوان حلاوه ما عرفتش بدت لينا هولندا خلاتهم خلاتهم ماك فاش دير بحال هاد الحركه هذا تحاول تحيدها ليا ولا شي حاجه زيد 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 فاش طلع هاد الدراري ماركيو مع المنتخب يلا زيد زيد لا 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 المنتخب ما فيهش الضحك غادي تمشي لنا الاساسيه بمره ما عمرك باقا تشوف سميتك في اللائحه زيد فوالا البولجيني مشى ناري اش ضيع هاد المكلخ خويا البولجيني خويا البولجيني الا كنت كتشوف هاد الفيديو هذا اقول لهم يبدلوا لك هذا الكاركتير في فيفا والله ماشي انت وات مراش ضيع صاحبي شوف 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 هالبيت الله خير بولجيني اقول لهم يمسحوك ولا شي حاجه من هاد الفيفا فالا مرابط
فوالا شكون هذا رحيم يسير رحيم زعما دايرينو ناضي فيفا ما عرفتش ضيع عاد فوالا قطعناه سير زيد ليتس جو زياش فوالا شكون هذا الكرواني زيد زياش زياش انت ماشي عاد شاد زيد لا يمكن الدراري هادشي اللي كيدا والله حتى لا يمكن شوف 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 ضيع شو لا حول ولا شو دابا هذا قول هذا قول هذا طاكيت الشاده يلا اخويا زياش عاود ثاني زياش زياش يلا ما عندنا لا واحد اللي يضرب بالراس لا واحد يشوت لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم جمهور صفر ولا دير شي حاجه صعبه راه عندهم كره دري كان يتخشى عليا البيت ناري طلعت بزاف الدراري سموها فوالا عندك ديالك فوالا زي دراري واش انا وزياش لاعبين في تشيلسي وما خلينا فين لعبنا بجوج وما نكونش متفاهمين انا ويا فهاد لي باس بحال هكا راه لا يمكن سيد اخويا شتا الدراري اللي ما لعبش معاك تي باسي لي شو وانا الشوط الاول جاي جا الدراري صراحه شوط جميل واخا ضيعنا فيه بزاف الفرص مي نحاولوا نتداركوا الامر الدراري ان شاء الله مدرب ديرنا شي تغييرات ولا شي حاجه راه هاد اللعبه ميت زيد فولا امرابط سير معلم عطيت باسي باس مقاد تا صاحبي فولا زياش والله ما حكام قد لا تدير معنا هاد الخشونه وهاد الشهاده ديالك هاديك فوالا معلم سير اخويا مرابط واه على الدفاع عندهم هادو حتى هما يلا هو بيجي ماركي عليا هادشي اللي بيدو او ليتس جو ليتس جو شكرا جو تيم ناري هي الدراري نقدو لنا المو والله حتى احسن من اوبا ميكانو بالله فوالا سير سير معلم زوينه زوينه مازال 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 بولجيني بولجيني علاش ما شتيش علاش ما شفتش قبيله الدراري اي اي فوالا ليتس جو مرام زيد شاعر شو انت اصاحبي وتسحبني بيت الله يرضى تسحبني بيت خويا زياش الا ما ماركتيش انت راه ما كاينش لي ماركيا باش تعرف هاد المعلومه هادي وصافي شاعر الله يرضى داكشي اللي تنقول لك اخويا زياش اوكي اوكي اخيرا بيدير تغييرات الركراك يلا وناحي فوال تغيير جميل بلاصه لوزا وخا لوزا ما عرفتو كاع واش كان لاعب بعدا اصلا كاع ما بان في التيران اوكي اوكي هما جايين عندي هما جايين عندي عمر 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 ارتفع 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 فوالا ليتس جو مرات كاين شو الكالاخ كيعطوه الكره شو ليتس جو شكون هاد بونو شكون اوكي الدراري دخل سفيان ديوب وخرج الياس الشاعر ايه العشرة الدراري عند سفيان ديوب انا تصحابني عند امين حارث داكشي باش قبيله في الاخبار الدراري قرات على اساس امين حارث وطرني هذاك سفيان ديوب الدراري ومع الاسف الدراري اي جاس ان نهايه المباراه قربت ما بغاوش يماركيو الدراري هاد الناس هادو ما عرفت مالو اي حنا مزيانه لينا حنا فهمتي زيد البولجيني بيبدل النتيجه سير سير اخويا البولجيني سير اخويا جو سالينا سالت المباراة وسال الانتماء للوطن وهادشي مع هاد اللعابات والله الركراكي ارحل صاد شد الضياع اصاحبي تاع الفرص اصاحبي راه ما يمكنش ترى واخا نكونوا لاعبين ما عرفت مع من اصاحبي ما نضيعوش هادشي كامل شكون شكون راجل المباراة من الاخر قولوا لي انا يا والله الدراري من احسن التنقيط اللي كاين في المباراة عندك سامي ما يوسفيان امرابط اللي فايتين مي شكون اللي دار راجل المباراة وات حتى واحد ما عطاه راجل المباراة لا لا عطاوه لهذا ويت ويت فين هو شحال عنده هذا 8 علاش اش دار؟ الجول ديالهم الدراري كان ممكن نكون انا ولكن مع الاسف رقتي ما عاونتنيش كون ربحنا الدراري كون كنت انا ودرنا كاع المهمه الدراري اللي طالبين منا دونك النداء القادمه نلعبوا عاوتاني اساسي الدراري الان عندنا اهم ماتش في المباريات الوديه منتخب الطواحين سيواجه منتخب اسود الاطلس راه الياض هولندا جد تعتوا عليها اسكت ما تعتيتش انت على رومانيا بقات لك هولندا ولكن الجانب الايجابي الدراري هو انه كاينين تغييرات في التشكيله هو ماشي تغييرات مي تغييرات وصافي مع الاسف الدراري دخلش ديره ولكن الجانب الايجابي هو انه كاين سايبرات الدراري ودخل بنتايد بلاصه داك الكرواني زائد انه حيد ماي ودخل عبقار اكس ان التشكيله مخربقه الصراحه هادي ما شربحوا بها الدراري بالرجوله جمعوا معنا راسكم الدراري يلا 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 يا ربي السلامه يا ربي ما شتش عليا داك كاكبو عندهم فان دايك دابا فان دايك بيدوز واش داير اش هاد المباريات الوديه السي القجع الله يهديك ولو ولا يقدروا ماركي وزيد بالي الدراري الماتش محرك على الدخله زيد شوت شديره والله ما باقي نهضر انا الا باقي هضرت على شجيره سالينا نزت الشين الدراري صافي الا باقي انا دويت على شجيره سالينا والله الدراري تحسن من داك سميتو داك شكون داك اللي كان لاعب معنا قبيله شكون داك الزرق شو داك المكلخ اللي كان يضيع لنا قبيله والله الدراري لا احسن من داك اللي كان لاعب لينا قبيله شو هذاك الدراري طاحوا ليه فرص سهل من هادي بزاف وضيعهم هادي فرصه صعيبه الصراحه وماركه والله لا جي جي خويا شجيره نايس يلا الدراري
كل شيء يرجع للور. البارسا انت ياك السير الكراكي كتقول لنا انت الا ماركيتي بترجع للور، ورجع للور دابا الله يجازيك بخير. راه ما قادت علاش تنقطع عيا ولا ولا على باس زيد فوالا زياش. لا لا زياش طمعتي في هذه، اسمح لي اسمح لي اخويا زياش، ولكن طمعتي في هذه. وكان الدراري عطوني كره تيثقوا فيا كاع الثقه هذه. زيد زيد اوب ولا ولا اش درت لديباي هاك سالينا سالت الحفله الله يسر. شقلب ديباي يا الدراري سالت سالينا الماتش خويا ديباي. راه كنضحك معاك لا تصدق شيت عليه شي شوطه ولا شي حاجه، راه كنضحك. ها هو شوف شوف هاك لويفرت انت زعما ولد الاسطوره كلويفرت هادشي باش كيفاش طاكيت هادي؟ والله ما عرفت كيفاش طاكيت هادي. المشكلة ديباي هو اللي شاد، كون ماركا عليها الدراري بتكون كارما الصراحة. فوالا لايف، ليتس جو خويا شاعر ماشي. واش لوز هذاك ولا شاعر؟ باقي لا لوز الدراري، حنا من قبيلة غنعيطوا ليه شاعر. شاعر كاع ما لعب في هذا الماتش. فوالا زياش؟ فوك ورك برو شجيرة واعر. والله حتى شجيرة واعر الدراري. وأنا عيطت الشوط الأول. جاجا الدراري شوط ولا احلى الصراحه. دونك هيا بنا الى الشوط الثاني. كره عند شجيره، شجيره كيتقدم، شجيره الى رحيمي، رحيمي الى الصيباري، والصيباري كيسدد ولكن كره باقي ما خرجتش. زيد فوالا فوالا شجيره رحيمي الزرق تيضيع. اصلا انت سلل الواقيلاك اوبلا سير. والله الدراري بالرجوله والله لا لاعبين عليهم، هما باقي ما داروا حتى شي محاوله زعما تستاهل زعما انها تبان. شو عند فان دايك هوم باكي هوم بكل شيء وما داروا والو. فوالا سير يلا اخويا رحيم يلا مره وحده في حياتك. فوالا شجيره شجيره ما يضيعش هذا والله لا تضيع. ليتس جو كفانا كفانا الدراري هاد الصيباره الدراري والشجيره راه اضافه جميله للمنتخب والله. وخرج بنتايك دخل ماسينا ويلي 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 صافي لونطو خويا ماسينا ما شفناكش. ورابحين هولندا بجوج لزيرو، شكون اللي قال؟ شكون تخيل هاد النتيجه هادي؟ فوالا شجيره 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 واش ضيعوا الدراري ما يمكنش. نايس نايس زيد شوت واو صات صات راه ما يمكنش والله ما يمكن هاد البيوت الدراري والله حتى بيوتها واعره. برو صيباري اون فاير الصراحه والله. شش باكوك مير على بيت والله الا بيت واعر. كنا صيفطوا لنا هاد الصيباري لكاس افريقيا والله. وخرج لوزا دخل اوناحي فوالا اكتملت المجموعه الصراحه زوينه. سير رحيم هو اللي باقي زرق الدراري الهرب الصيباري هاتريك انتهى الكلام والله. والله الا الصيباري هاتريك الدراري راه ما يمكنش. ولكن الصراحه باس زوين من سميتو من رحيمي بوم والهدف. اوكي 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 محاوله عندنا اخيرا ما توصلنا كره. اوه هذه ما درناش معاكم، هذه ما درناش معاكم. ايوا حلاوه واه برو ما عندي ما ندير لها. خونا قاعد تلعب بيا يمين يسار شدش حتى 6.2 راه مزيانه ورابحين باربعه. يا هذيك الدراري مزيانه الصراحه. دونك انتهت فترة التوقف الدولي وعدنا إلى مواجهات مانشستر يونايتد. وعدنا الدراري المدير الفني صيفط لنا ميساج المستويات مؤخرا مالهم أخويا. قال لنا لقد شعرت بخيبة أمل حقيقية مما قدمته مؤخرا، لا أستطيع أن أجزم إذا ما كنت سأعتمد عليك كعضو أساسي في الفرقة في الوقت الحالي. ما عرفتش لعبوا أساسيين مع تنهاج، ما عرفتش علاش الدراري. لا داخلين في التشكيلة الأساسية ما فهمتش علاش. داخلين في التشكيلة الأساسية الدراري. دونك هذا ماتش نتاع شيفيلد أصلا نديرو ليه سكيب، ما عرفتش علاش ما عطاونيش التدريب الدراري. قررت يرجع لتيناك طبعا. دونك ما تماركع لنا حتى بيت ليتس جو ربحنا بجوج لزيرو. وبهذا كنكونوا سالينا الفيديو نتاع اليوم الدراري. شكرا لكم بزاف على المشاهده نتاعكم، ما تنساوش لايك سبسكرايب وما تنساوش تفعلوا جرس التنبيهات. صراحه دازت حلقه واعره بزاف. قولوا لي شكون احسن بيت عجبكم في البيوت اللي ماركه المنتخب الوطني. انا بالنسبه لي هو البيت نتاع السايبر الواعر. دونك قولوا لي انتم اين بيت اللي عجبكم. دونك تهلاو في راسكم، كان معكم ميدي وبيس. Generation for the life. Oh, I got that you. What is that?